اهلا بيكم في فيديو جديد. انا احمد عمرو ومعايا النهارده يا جماعه عبوده. هلو. انا وعبوده النهارده يا جماعه هنلعب ديفيجن 2. انا ليفل 20 وانت ليفل 11 تقريبا او 12 اجس. فهو هيخش يدعس حالا لان لما تخش مهمات بيلفلك الناس على الليفل العالي وهو حاله صعب. مهم يعني هنلعب ديفيجن 2 النهارده كوب، هنشوف ميشن نلعبها مع بعض. واحنا بس بنسخن قبل الميشن، يلا بينا عبوده. صاحبي انت بالوضع الرياضي ده انت شبه علي مزار. اذا انت عندك مش مستنيك عندي، احنا مع بعض بالظبط. بس في تراك كنت بحاول اقوله ان عبود مش هيبقى ليه لازمه عشان هينزل قصاد ناس ليفل 20. يلا بينا. هنروح الميشن اللي هنا دي، جامده جدا عبود تعجبك قوي. هنروح الميشن هنا دي، متحف الطيران والفضاء الوطني. هو ده تقريبا على فكره. يلا بينا. هنمشي من هنا عبود، نطلع من المخرج الجنوبي. بمناسبه المخرج الجنوبي عبود، ايه رايك في الترجمه؟ مش الدبلجه، الترجمه. الايه؟ مش الدبلجه. الدبلجه. كويس ان انت نبهتني ان هي مش الدبلجه. لا الترجمه حلوه جدا. الترجمه الصراحه انا شايفها ممتازه، ما فيهاش غلطه. لكن الدبلجه بقى على الصعيد الاخر نص ونص. لو مش نص ونص، هي اكشلي حلوه بس فيها المشكله بتاعت الضمائر لو بتلعب بشخصيه انثويه. لو بتلعب بشخصيه فيميل او انثى بتلاقي احيانا الناس بتقولك انت ايها العميل، فبتبقى غريبه جدا. باركور. اوه يا ابن اللذينه، يا ابن اللعيبه. يلا بينا يا جماعه. تقريبا هو هنشوف دلوقتي، هو تقريبا عبود اترفع لحد ليفل 20 على الاقل، هو معايا في التيم تقريبا. انا قريت حاجه كده فعلا. انا كنت شاكك بس دلوقتي اتاكدنا يا جماعه. في الكوب لو حد ليفل قليل بيطلع لنفس مستوى الشخص الاعلى. امسك قنبله ارميها على الكابتن ده يا اسطى. هوبا فجر العالم يا اسطى. يلا يا اسطى. اوه ايه ده؟ ده سنايبر. من الرصاصه واحده سنايبر، قلت لك خليك من السنايبرز فوق. ها سنايبر 1 هيت. حاول تجيلي. طيب بس يعني سنايبر لو السنايبر بالونه اصفر سيبه، فاهم يعني؟ لو بالونه اصفر ما تضربش عليه، لو ابيض اضربه عادي. ماشي. لو لقيت دول السنايبر بالونه اصفر ما تضربش. اوكي استنى اطلع بس دروني هيلك. قنبله فاك. في سنايبر على اليمين. ها قنبله. اجري. بس راح السنايبر دايما. ضربت جامد يا اسطى. على فكره يا اسطى انت قوي، سلاحك اقوى. انت بتقتلهم بسرعه. كنت بحكي لك بقى لما طلعت ليفل 19 رحت لقيت الناس ليفل 20 ما كنتش عارف اقتلهم خالص. ما عرفتش تعمل في حد جاي من ورانا تقريبا. انا ضربته من ورايا. مزينه ده تاني. انا كنت هموت يا اسطى. مش هتموت يا صاحبي. يلا يا صاحبي جامد يا صاحبي. انا عايش. هذا العميل. هطلع عليها دي. يلا فجر بس كده. في ناس لسه. ها اوكي فين؟ اهو ورانا. خلاص جبت. ماشي فعل قدامنا هنا. سنايبر فوق ليفل 19. ضربت طلعه واحده بس. جامد يا اسطى. عاش. يلا بينا. في حد ورانا. باركور. انا فاكر المنطقه دي. بعدين فاكرها بقى، حصل لي حاجه مش حلوه فيها خالص. ده الباب تقريبا كان هنا. لا اوكي. كويس. مات. يا اسطى التور جامد جدا يا اسطى. يا اسطى جامد يا اسطى جامد. نعم انهم ماهرون جدا يا الهي. ايوه عارف ليه ماهرون؟ اللي هم عصابه بقى لها في شهور موجوده. شهور يعني مش ايوه ان ديفيجن 2 احداثها بعد ديفيجن 1. لا فالعصابات في نيويورك انت خلاص دمرتها. نيويورك بقت امان خلاص، انما في واشنطن جداد العصابات خلاص تمركزت وقعدت، والعصابات بقت قويه جدا. هرمي تورت الاول. ماشي ارمي. جميل. طلع يخلص هيموت. ومور مات. على مالك يا اسطى.
لا 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 بريلود بريلود والنبي هجيلك يا اسطى. اوكي خلاص دمعت خلاص. اضرب ده واضرب ده بعدين نضرب ده. طب يعني الناس محافظة على الحاجة؟ يعني نرجع لنقطة احنا ليه مش بنحافظ عليها ونستودع عليها عمالين ندمرها. مخرج اللعبة عايز كده يا اخي. يعني هي نقطة صراحة فاليد جدا. ليه بندمر الحاجة؟ يعني ليه ما نستفدش بالحاجات دي لنفسنا؟ هو في واحد تاني تايه بره دايخ اهو. اوه في مكان غلط جدا. غلط من ايه يا اسطى؟ خلاص مات خلاص. انا في مكان غلط جدا. عادي يا اسطى ولا يهمك. I got your back يا اسطى. يلا ثانك يو. اه الحته دي حلوه جدا. خش يا اسطى. يلا علينا تامين والعتاد. تراك في المكان جميل. اه دي السبيس مش عارف ايه. ايوه دي. يا عم ايوه البلوره دي ولا اسمها عارفها بتطلع في الافلام. حلوه جدا. بص اوكي في ناس دخلوا من المدخل الثاني كلهم بيتحرقوا حرق جماعي. ايفول موسيقى حلوه جدا بتاعت المكان ده. اه ايه ده جم من وشي ليه؟ بص كيف انت بيقول ورا بعض ازاي؟ بسرعه خلص يا اسطى اقتله يا اسطى. عموما لو هتتكلم على شوتنج ميكانكس بتاعت اللعبه فهي سهله جدا الصراحه مقارنه بالعاب ثانيه كتير جدا. انت مش بتايم اكشلي فعلا يعني. اه بس ممكن بقى لو سمحت تتفرج على المكان شويه. يا عم اهو يا عم احنا بنتفرج. ما ينفعش تعملوا دي ال سي من اللعبه. خش اتفرج على الحاجات دي. هنقعد نعمل الفيديو كله بنتفرج على البتاع. لا انت مش واخد بالك ما مدى عظمه حاجه زي كده. اه اعرف تعمل كويس لو جدا شفتها لو شفتها بجد. اه ايوه ان هو معمول كويس. معموله كويس جدا. اه عجباني قوي. كويس الصراحه. يلا بينا. اوه باركور. بص يا اسطى ما ريتش حلو ازاي. انا طفيت كلهم خلاص. بص نام على الارض ده. ده تفجر تفجير جامد. ده حلو المكان ده. يلا بينا هستغل التضاريس بتاعت المريخ ضده. اه جامد يا عبوده. عبوده حاجه غلط. يلا مكان ده موت. ايوه الدرع. يا نهار الدوارات حرق وتفجر وتبهدل يا اسطى. لا يا اسطى انا جامد جدا يا اسطى الجيم ده. انت عارف ايه اللي عجبني جدا؟ ايه اللي عجبك؟ ان انت لما بتخش مهمه ليفل اعلى منك لو لقيت حد ليفل عالي بيظبط لك الصعوبه. اه دي حاجه حلوه جدا. ممكن لو صاحبك جديد في اللعبه تخش تلعب معاه ويستمتع عادي باللعبه كانه ما هي فكره انها مستوى 12 وانت مش عارف 19 دي كانت مش هتنفع اطلاقا الصراحه. اه لا انت لو ليفل 12 دخل وسط الناس دي مش هتعرف تعمل حاجه. انما اللعبه بتظبط لك الصعوبه. حلو جدا. على فكره في مود برضو بي في بي نفس بيعمل كده برضو يخلي كل الناس نفس القوه. استخبى انا طبعا. ايه ده بص بيتحرقوا ازاي. روح انت للصاروخ وهاخد الدروس اللي هنا. ايه ده يا اسطى؟ ايه ده ليه حاجه؟ استنى بص 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 عليا بص عليا. سماعات رأس. ايه ده كنت فاكرك مش هتجيلك. اوكي خلاص ماشي. طيب ما وريني. ايه البسها. لبستها يا اسطى. بسمع اغاني يا اسطى في الحرب يا اسطى عشان جامد. مش باينه بس قشطه. بسمع اغاني في الحرب برضه عشان جامد جدا. ماشي يا حبيبي يا اسطى. انا هرجع اخد كفر. ارجع خلاص احنا خلاص تقريبا خلصنا. انت مت؟ قول لي. طيب ايوه ما انا بقول لك ارجع اخد كفر عشان ايوه قول لي انك مت. ما تقوليش انك ترجع تاخد كفر. انا مفكرك على صاحي عادي. لا لا جامد يا اسطى. خلاص خلاص على وضعك. ماشي والله. كان يوم رائعنا. متنا عبودنا مات باركور. واحنا عرضنا حياتنا للخطر وضربنا طلقه قد كده وضيعنا مليون طلقه. فبقى وكان يوم رائع جدا. بص هو ده المفروض ميت. بص كده ايه تعالى بص عندي. Draw me like one of your French girls. لا عندي ميت عادي جدا. لا انا عندي بقى واخد بوز كده اللي هو فاهم انت. بص حركه دي. انت وحش عندي. ايه ده ركز. بص بتعمل ايه ركز. طب تحرق بتعمل ايه انت؟ الجو برد يا اسطى بتدفى شويه. ماشي ولا ايه؟ عاجبني يعني ان المفروض المكارينا اللي انت بتعملها دي انها بتطفي يعني.
يا اسطى عايز يا اسطى احييك يا اسطى على مجهودك العظيمه في الفايف وكده. شكرا جدا. شكرا شكرا شكرا. شوف بس حاجه ثانيه اعملها انا يعني اهم حاجه التحية. عندنا اسعاد الجمهور والحمد لله يعني يا اسطى نايس وركينج ويز يو ويل دون. الشباب الشباب كلها والله اشتغلت الحمد لله. طب انت ليه ماسك التليفون انت بتكلمني؟ طيب ايه ليه ماسك التليفون انت بتكلمني؟ لا معلش انا اسف مش راضي مش راضي تسيب التليفون. بس كده خلاص ماسك التليفون. الو عامل ايه؟ اشتغل سلام بقى يلا سلام. بس يا جماعه دي كانت ديفيجن 2 كوب لعبت انا وعبوده ميشن كوب اللي عجبني جدا 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 واللي عبوده بيابريشيته جدا 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 ان انت لو فرق الليفل كبير ممكن تلعب مع صاحبك عادي من غير اي مشاكل خالص من غير اي رخام ان هو بيادجست الصعوبه وبيقويه على حسب مستوى الصعوبه اللي انا بلعب عليها دلوقتي. ولا انت ايه رايك عبوده؟ صح يعني فكره ان انت ليفل 19 وانا ليفل 12 دي يعني المفروض العادي ما كناش هنعرف نلعب اصلا يعني. عبوده ليفل 21. عبوده ايه؟ انا ليفل 21. انت دلوقتي ليفل 21. ايوه احنا دخلنا وانت ليفل 19. لا كنت 20 ولعبنا مهم ليفل 20 في ال 20 مش فاكر صراحه. المهم يا جماعه ماشي ليفل 20 ليفل 19 مش هتفرق يعني. بس الفكره ان انت لو معاك حد لسه بادئ الجيم مش هيعرف يلعب لو الوضع مش كده يعني. فدي حاجه كويسه قوي ان هم لو انت قديم في اللعبه وصاحبك اشتري لعبه جديد ممكن تلعبها معاه من البدايه خالص عادي جدا من غير ما هو يتاذي من غير ما يحس باي مشكله. موضوع جميل جدا. وعلى فكره في مود بي في بي برده بيحصل فيه كده بقى كل الناس دي حاجه جديده في لعبه البي في بي. بس كل الناس اللي فيه اللي معاك في الفريق وردودك كلكم بتبقى نفس القوه واللي بيفرق هو اسلوب اللعب نفسه. بس فدي كانت الكوب بتاعه ديفيجن 2. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. لو انت جديد في القناه مره شفنا اعمل سبسكرايب. اشوفكم في فيديو جاي. وي سلام سلام.